السلام عليكم. النهاردة الدرس الثالث من دورة تعلم الفرنسية باحترافية، وهناخده فيه la prononciation des voyelles en français، أو كيفية نطق الحروف المتحركة بالفرنسية. كتذكير للدرس اللي فات، احنا خدنا فيه la prononciation des consonnes C et G، يعني امتى السي تتنطق كا او تتنطق سي او تتنطق شي، وامتى الجي تتنطق يعني زي جيم او جي او نيو. وخدنا كمان كل كونسون بعد فويل بيتنطق ازاي. النهاردة هناخده زي ما قلنا la prononciation des voyelles en français، او نطق الحروف المتحركة. لما يكون عندنا مثلا 2 او 3 حروف متحركة، المقطع الصوتي ده هيتنطق ازاي. وعشان تستوعبوا اكتر، انا قسمت الدرس لثلاث عناوين. هنشرح كل عنوان وحده. اول عنوان معانا هو لي فويل اكسونتيه وكومبينيزون دو فويل ولي فويل نازال. هنبتدو بالجزء الاول واللي هو لي فويل اكسونتيه. في الفرنسي عندنا 3 اكسون، يعني 3 من الاكسون، اللي هو اكسون تيغو ويكون خط مايل كده ناحيه الشمال، والحرف الوحيد اللي يتحط فيه اكسون تيغو هو الاو. وعندنا اكسون جراف يكون خط مايل عكس الاكسون تيغو وناحيه اليمين، والحروف اللي ممكن تاخد الاكسون تيغو اللي هي الاو والا والاو. وعندنا اكسون سيركونفلكس اللي هي بتكون زي التمانية بس صغيره كده، بتتحط فوق الفويل، وتقريبا كل الفويل تو الفويل بياخدوا الاكسون دي، يعني الاو والا والاي والاو والاو سوف لجريك. لجريك بس هي اللي مش موجوده معاهم. دونك heureusement la seule voyelle pour qui ces trois accents ont un effet notable sur sa prononciation est le e. يعني من حسن حظنا انه الفويل الوحيد اللي تاثر فيه les accents دول اللي بياثروا في النطق بتاعه هو حرف ال e، بينما الحروف الثانيه اللي هو ال a وال u وال e وال o الاكسون ما تغيرش في نطقهم، هي تغير في معنى الكلمه. هما يتحطوا عشان هي بتغير في معنى الكلمه، بس في البرونونسياسيون في النطق ما بتغيرش حاجه في الحروف الثانيه، هي بتغير بس في الاو. عندنا اكزامبل السور والسور، في النطق ما غيرناش حاجه، دي اسمها سور ودي سور. الفرق بينهم انه دي سور يعني فوق او على، وسور دي يعني متأكد. لا ولا لا لا، الفرق انه لا دي هي اسم معرف اللي هو زي الالف واللام بالعربي، تعريف تعريف المؤنث، ودي لا يعني هناك. دونك دلوقتي هناخدو جدول نطق الحرف الاو افيك لي زاكسون، عشان احنا قلنا هو حرف الاو بس هو اللي بيغير النطق بتاعه. عندنا اول حاجه الاو افيك اكسون تيغو، الاو افيك اكسون تيغو تتنطق ازاي؟ تتنطق اي زي بالظبط مثلا بلغه المصريين باللغه العاميه بتقولوا انت بتعملي اي او ايه ده اي اي، هي نفس البرونونسياسيون نفس النطق اي. زي مثلا انشانتي également également désolé désolé et le e avec accent grave le avec accent grave te dina حرف a a زي مثلا هي اوطى شويه في البرونونسياسيون بس انا هحاول اقرب لكم. a زي انا او الف الف حرف الالف بالعربي a a. دونك او افيك اكسون تيغو تدينا اي ودي تدينا ا زي فرير ا فرير ابري تري بروبليم ا مش مش اي مش بروبليم لا بروبليم
E avec chapeau ou bien E circonflexe. هي نفسها ال A دي بس طويلة شوية. Être. Être. A مفتوحة شوية. Être. Fenêtre. Même. Fête. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الديفيرونس انتر البرونونساسيون بتاع ال E avec accent aigu ou E grave avec accent grave ou E circonflexe avec accent circonflexe. نروحوا للجزء الثاني من درسنا اللي هو combinaison de voyelles. combinaison de voyelles يعني هناخدوا يعني دو فويل اثنين حرف متحرك او ثلاثة حروف متحركة هنحطوها مع بعض وحنشوفوا ايه المقطع الصوتي اللي بتديهولنا. خدنا فيها جزئين برضو اللي هو لي فويل لي سيمي فويل. نبتدي باللي فويل اللي هو الفويل العاديين اللي احنا عارفينهم ال A E I U O Y. ال E avec accent aigu احنا قلنا تنطق ازاي؟ تتنطق A. والـ ER برضو A والـ EZ A لما يكونوا في آخر الكلمة. ER EZ يتنطقوا A زي الـ A زي الـ E avec accent aigu زي ني. رجاردي الـ EZ في آخر الكلمة تنطق A ني. فيرمي إيكول كلهم A. الـ E avec accent grave وال E avec accent circonflexe قلنا ايه الفرق بينهم؟ هي نفس النطق بس ال E avec accent circonflexe اطول شوية في المد يعني في الصوت. دونك دي وال E T يتنطقوا A A A A زي élève. انا حطيت دي قصدة حطيت دي عشان فيها نوعين من ال E E avec E avec accent aigu ou E avec accent grave. لاحظوا الفرق في النطق. E lève. E lève. Donc دي مفتوحة شوية. E lève. Tête. Jouer. مش jouer. ال E لما يكون بعدها دوبل T و بيان دوبل L و بيان دوبل R دي تتنطق برضو A. دونك assiette belle terre احنا مش هنقوله تير نو تير belle assiette A. وعندنا كمان ال A I وال A I avec accent circonflexe وال E I يتنطقوا برضو A زي لي ماتر ناج. لي فويل دول لي فويل دول يتنطقوا ا والدول اي اي ا. نيجي دلوقتي للحرف الاو. الاو وحده يتنطق او طبعا ولما يكون جنبه الاو تتنطق او برضو زي شيفال و اورو اورو. طيب ال O E رجاردي هنا ركزوا هنا ال O وال E لازقين لبعض خالص كأنه حرف واحد. O وال E وال U مع بعض يدونا E E زي sir E car يدينا E. وال O جنبها U تدينا U او مش او نو او زي الالف بالعربي وفوقيها ضمه او جور كور. يعني انا لما بقول جور ما قلت جار. لو قلت جار يبقى او وحدها بس انا قلت جو او جور وكور. النقطه الثانيه هما لسه احنا في الكومبينيزون دو فويل. النقطه الثانيه هما لي سيمي فويل. احنا خدنا لي فويل دلوقتي هناخدوا لي سيمي فويل. يعني ايه لي سيمي فويل؟ يعني لما نحط حروف متحركه جنب بعض بيدينا حرف ناطق يدينا حرف ساكن كانه حرف ساكن.
ما يدينيش شكل بس، احنا كنا بناخده في الاشكال، لا دلوقتي سمي فويل يدينا حرف ناطق او حرف ساكن. مثلا احنا اتفقنا انه الاجراج بتنطق زي الاي، بس لو لما تكون جنبها يعني قبلها فويل وبعدها فويل تاني، لما يكون قبلها فويل وبعدها فويل تاني تتنطق ي ي. هنا نطقنا مش شكلنا، لا احنا ما عملناش الشكل، احنا هنا نطقنا الحرف ي. زي مثلا كرايون، كرايون الاي بعدها دوبل ال تتنطق اي اي. زي في، كي، الا اي ال و اي دوبل ال تتنطق اي اي. زي باي، اي زي باي. او اي ال، او اي دوبل ال او تتنطق اي اي. زي سولي، اباي. او او اي ال، او او اي دوبل ال تتنطق اي اي. زي فاي، هنا لاحظتوا هنا اول يعني اخر الحرف هو الي بس اوله او اي فاي. هنا او اي ال تتنطق كانها او اكسون، او اكسون، او اكسون تيجو تبقى اي سولي. الاو او اي ال والاو او اي دبل ال تتنطق اوي اوي. احنا مش قلنا الاو جنبها يو تبقى او، دونك اوي. زي جرونوي، ضفدع، جرونوي. او اي والاو او اي تتنطق وي وي وي. زي نوي، بري، ويت. انا هنا قصدت احط الويت عشان ما تفكروش انه دايما لما تكون في اخر الحرف التي ما تتنطقش، لا عندنا نوي ما تنطقتش التي، البروي ما تنطقتش التي، بس الويت تنطقت التي، وهناخده بعدين في دروس قادمة امتى الحروف اخر حرف في الكونسون يتنطق وامتى لا. الاو اي تتنطق وا، دونك دي وي ودي وا، وي وا. وا زي وازو، تروا تروا. انا اسفه هنا انا عدت جدول الاجراج تاني. نروح دلوقتي لل ليفويل نازال. ليفويل نازال يعني الحروف اللي بننطقوها بمناخرنا بالانف عموما. هي لما تلاقي الان والام، قصدي لما تلاقي فويل وبعديه ان وبيا ام، ديريكت فكروا ان انتوا هتنطقوا بمناخيركم. زي هنا هتلاحظوا كل الفويل اخرهم ان وبيا ام لما يكونوا في سلاب واحده. عندنا الا ان و ام، او ان او ام يتنطقوا ا ا. هتقولوا لي يعني ايه بمناخير؟ انتوا هنا هتلاحظوا ان احنا ما نطقناش الان، احنا بس طلعناها من مناخيرنا. او مش او، نو او. زي فرانس، امبولانس. انا ما نطقتش الان، انا حسستكو انه في ان بمناخيري. فرانس، امبولانس. لانتمون، لانتمون. و تومبيت، لانتمون تومبيت. خلاص ده حرف اسمه ان. الاي ان، اي ام، اجراج ان، اجراج ام، و اي ان، و اي ام، او اي ان، او اي ام يتنطقوا ان ان. دي ان ودي ان. زي انكرويابل، امبوسيبل، سانتيز، سامباتيك، با، فا، بلا. لاحظوا دايما بقول ا.
عندنا حالة شاذة هنا بارتيكولية للاو ان والاو ام. احنا قلنا هنا الاو ان والاو ام يتنطقوا اه، طب مالهم هنا اتوجدوا تاني ليه؟ لا عندنا حالة شاذة هنا زي اكزاما تتنطق اه بس، اكزاما بس. وبيا في الجنسيات اللي هي جنسيات ماسكولين جنسيات المذكرة لبعض البلدان زي مثلا تونيزيا، ايجيبسيا، ايطاليا، يعني كلهم اه اي جنسية مذكرة لبعض البلدان، المهم جنسية تتنطق الاو ان فيها تتنطق ا مش ا ا. واكزاما نيجو الاو ان والاو ام دي تتنطق اون اون اون. تحس انه الاون دي طالعه منين؟ طالعه من الزور اون، زي ميزون بون بومب، ميزون بون بومب. كتير بيخلطوا بين الاون دي والاون، كتير بيخلطوا بينهم، بس دي من تحس انها طالعه من الزور ودي اكتر من فوق. عندنا ال برضو مش ا ا برضو طالعه من تحس انها طالعه من الزور زي بارفا ولاندي، مش حاده زي انكرويابل لاندي لاندي انكرويابل لاندي. تحس انها هنا دي طالعه من الزور مش زي دي واضحه. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الفرق بين لي فويا النازال، وفهمتوا الفرق في لي زاكسون وعلى الاو، وكمان فهمتوا الفرق بين في الكومبينيزون دي فويال. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الفرق بين الديفيرون فويال نازال. ودرس النهارده ان شاء الله يكون عجبكم. لو في اي تعليق انا هستناه تحت، او اي سؤال انا هستناه تحت. هتلاقوا لي زيكزرسيس او التمارين تبع الحصه دي في لينك تحت الفيديو ده، والاجابات بتاعها هتلاقوها في الجروب اللي هو هحط اللينك بتاعه برضو تحت الفيديو ده. مستنيه متابعتكم، وان شاء الله الحصه الجايه، والسلام عليكم.